ننتقل إلى الأخ الحبيب الدكتور أحمد عبد المنعم، الميكروفون معك مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة فعلا الواحد سعيد في تواجده مع إخوانه، بل يعني كلما زورت في نفسي كلاما وجدت أحد الأفاضل يقوله بأفضل مما كنت أتخيل أني سأقول حقيقة يعني. وهذا أنا أصلا لم أستمع اللقاء من الأول، فأكيد أتوا على كل شيء بفضل الله يعني، وهذا من رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى وكرمه، فيد الله مع الجماعة. يعني دائما من فضل الله سبحانه وتعالى إن اجتماع المسلمين فيه بركة وفيه خير سبحان الله. يعني حتى لما بنيجي في علم الأدوية يعني بنقول أحيانا إن في دواء زائد دواء، واحد زائد واحد أحيانا بيعطي ثلاثة أو أربعة أو خمسة، مش لازم يكون واحد زائد واحد بيساوي اثنين في صحيح أثر الدواء. فهذا دائما أشعر به سبحان الله في التعامل مع بين الدعاة وطلبة العلم، كل تعاون يعطي ثمرة ويعطي خير عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. وحتى لا الحمد أطيل لله كما قلت، لأن الأفاضل ذكروا معظم الكلام، هو ممكن يعني كنت محضر 3 رسائل. من كتر ما أنا استمعت الفترة اللي فاتت لبعض التساؤلات من الشباب، فالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف حقيقة، والكلام عن سيرته وعن أخلاقه وعن شمائله بفضل الله ده لابد أن هو يزيد في هذه الفترة ويكون نقطة انطلاقة. يعني الإحالة على كتب الشمائل وشروحات الشمائل والاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن الوضع اللي كان ينبغي أن يكون عليه المسلمون. لكن هي كانت 3 رسائل. الرسالة الأولى كان سؤال من المسلم الغيور، لماذا لا ينتصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أحيانا قد تتحول إلى شبهة. يعني إحنا عندنا أحيانا في مخيلتنا تصور، أنا يعني قد يكون تصور منسي، إن يعني إن أي حد هيتكلم في الله سبحانه وتعالى ويتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم سيحرق، أو تنزل صاعقة من السماء، أو يكتب على باب بيته إلا رسول الله، أو مايكرون. أنا لا أحب أن أسميه ماكرون، أنا بسميه مايكرون حقيقة يعني. فرنسا هو هو ليس ماكرون، هو مايكل احنا ممكن نسميه مايكرون يعني، خلاص نطلق عليه هذا الاسم ان شاء الله يعني. فهذا المايكرون الابتر هذا، يعني يتصور انسان انه اذا ظهر في مؤتمر وتكلم سيشل امام الناس، او فهذه التصورات هي من قال لكم ان هذه هي الدنيا؟ بل ان الملائكه في اول الامر لما تعجبت قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله تعالى ردا عليهم اني اعلم ما لا تعلمون. ومن معاني هذه الآية إني أعلم أنه سيكون أناس من هؤلاء يضحون بأموالهم ودمائهم لنصرة ديني. فأصلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قادر على ذلك، ولكن لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى لحكم كثيرة، منها ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليستخرج ما بداخلنا من عبوديات. كم العبوديات الذي رآه الإنسان في هذه الفترة حقيقة شيء مبهج جدا. بل النقطة التي أشار إليها أكثر من أحد من إخواننا، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرحلة يصل إليها الإنسان بعد مثلا 10 سنوات من الالتزام، أو إن هو مثلا لابد أن يكون يلتحي، أو المرأة لها زي معين حتى تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أول لحظة في الدخول في هذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أول لحظة في دخول الإنسان لهذا الدين هو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست مرحلة تراتبية إن نقول لفلان لا انتظر أنت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مش عليك دلوقتي، ما تنشرش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تكتبش شيء لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لسه ما بقيتش مثلا مدرس مساعد في الالتزام عشان تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة الأولى، إن هذا التصور هو تصور خاطئ ابتداء عن الدنيا وعن البلاء، وعن أن الدنيا في الأصل أنها دار ابتلاء، والآخرة هي في الأصل دار جزاء. قد يعجل الله سبحانه وتعالى بعض الجزاء لبعض الناس لحكمة منه سبحانه وتعالى. فمن معاني اسم الله الظاهر أنه قد يظهر هذه الأمور ويظهر قدرته لناس سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا دائما. يعني ليس كل الفراعين لم يغرقوا، لا، أغرق الله سبحانه وتعالى فرعونا ليظهر آيته للناس. فهذا التصور يعني يحتاج إلى تصحيح،
بل كنت أقرأ في بعض يعني شبهات الملاحدة، يعني أن يدخل يقول إيه، طالما أن الله سبحانه وتعالى يحب نبيكم لماذا لم ينصره؟ هو تصور ساذج أصلا عن هذه الدنيا. فكانت هذه الرسالة الأولى، أن تصور هوليوودي. أيوه أحسن.